يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الولد إذا فقد أباه قبل البلوغ يكون يتيما، في حين أن من فقد والدته ولو كان قبل البلوغ فإنه لا يسمى يتيما، لأن الوالدة لا تقوم عليه ولا تنفق عليه نفقة على، ولا يعني تقوم بتربيته مثل الوالد. الوالد يتحمل أكثر من الوالدة، الوالدة تحمل أكثر من الوالد من ناحية الحمل والرضاع والتربية، والوالد يتحمل من ناحية أيضا التربية ومن ناحية الإنفاق عليه. كل من الوالدين قام نحو المولود قام بعمل جليل، قل رب ارحمهما كما ربياني، شوف كما ربياني، فذكر أن الأب والأم يربيان المولود كلهم بحسبه. نعم.